بره. نعم. وفي طبعا غير طبعا الاشاعات اللي بيقول اخوه اللي هو مدير المدير مدير اعماله اتقابل مع ميلان او مع نائب الرئيس في ميلان وبدا الكلام وفعلا سمعنا ان هو هيعمل زي عصام الحضري. نعم. وهيستغل البند ويهرب يعني كلام كتير جدا عليه. هو مش هيهرب، لا ما اعتقدش انه هيهرب، لكن فعلا بدا الكلام يكبر شويه وده على المستوى كل الصحف العالمية بتقول. نعم. ان رانديلو السنة الجاية هيكون موجود في الميلان، لكن زي ما بقولك ممكن يكون الكلام ده صح ممكن يكون غلط، ممكن يكون الكلام دوت حرب نفسية او حرب اعلامية بالذات في الاسابيع الاخيرة الحاسمة. وكان ظهر كابتن هاني يعني كان برشلونة مسيطر على اللقاء، ابتدى اكثر يعني قرضاً للتهديف وكان بيحاول ان هو يهدف، لكن يعني الحظ ما حلفوش في الكثير من الفرص. هقولك حاجة، طبعا التوفيق موجود في كرة القدم وشيء طبيعي جدا، برشلونة على ارضه بيلعب قدام ختافي، لازم مباراة في صراع الثلاث نقط لازم يحسمها ويحسمها بدري. فاعتقد الاندفاع الهجومي برضو رغم ان كان في بعض الكونتر الاتاك من الفرقة المنافسة انها بتشكل بعض الخطوره. نعم. لكن يعني مش عارف، ممكن لو يعني برضو يعني شفنا ان خروج صامويل ايتو برضو رغم ان دول بوديانسن رغم ان تعلم استفهامك، بص صامويل ايتو من اللعيبه يعني انا كمدرب او انا ببصله لعيب خطر جدا في اي لحظه من المباراه. نعم. بيختفي يختفي وفجاه بيحصل انه بيحقق جول او. نعم. بيعمل هجمه خطر، فوجوده شيء طبيعي لازم يكون موجود لاخر دقيقه، لان صامويل ايتو من اللعيبه عندها كل حاجه، عندها التهديف، عندها السرعه، عندها يعني حتى ممكن يعمل هدف لزمايله يعني. نعم. هو بيصنع هدف، عنده ميزه صناعه الاهداف يعني. طبعا احنا عارفين طبعا تيري هنري عنده مشاكل، ان كانت غير مشاكل فنيه لكن مشاكل يمكن نفسيه شويه، عنده بعض المشاكل. نعم. في المستوى العائلي، طلاق مراته دخلت منه حوالي 15 مليون يورو بس كده. يعني هو مش مبلغ يعني حاجه كده يعني بيفك النزاع يعني. فاعتقد برضو يعني ليه الاثر يعني دي بتدينا برضو ان اللعيب على المستوى الشخصي بتاثر عليه في الملعب يعني. نعم. فاعتقد ان هو يعني التغيير ما كانش موفق بالنسبه لفرانك ريكارد. احنا ايضا معنا الهدف الشهير ليونيل ميسي على فريق ختافي، وطبعا بكل تاكيد يا كابتن هاني الغياب ميسي عن فريق برشلونه مؤثر جدا. طبيعي ما فيش شك ان طبعا ميسي من اللعيبه اللي عندهم الحلول الفرديه زي ما بيقولوا. انا شايفين يا كابتن هاني دي مش حلول واحده لا ما شاء الله طبعا يعني. بص اللي لفت نظري في ميسي ان هو صغير سنة. نعم. ورغم الشهره والاضواء ان لا واحد لا ده طبعا الهدف ده يمكن يعني ما بيحصلش كتير يعني، لكن اللي بيدل عليه ان هو اللعيب دوت يمكن يعني غيابه عن برشلونه مؤثر جدا 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 في الفتره الاخيره. واعتقد. نعم. ان هو يعني بيشتغلوا يعني زي ما بيقول ليل ونهار عشان الراجل ده يكون موجود في الملعب تاني. نتمنى طبعا مشاهدة ليونيل ميسي مرة أخرى يلعب يعني. نتمنى يعني يتمتع طبعا بالمتعة والإثارة والمهارة العالية جدا. بالظبط يعني كان نفسنا حتى يكون موجود مع المنتخب الأرجنتيني، لكن طبعا الإصابة منعتهم ان احنا كويس ان هو ما جاش. نتمنى يكون موجود يعني. بس كابتن تاني برضه احنا لعبنا قدام منتخب الكوتيفوار بالنجوم الكبار، لكن استطعنا ان احنا نحقق نتيجة كويسة. بالتأكيد هو بيجي حاجتين، أول حاجة ان ازاي ان انت العامل النفسي للاعب او مهيئ. نعم. ازاي نفسيا ان انت هتلعب قدام اللعيبه دي. نعم. مبدئيا. ثانيا ازاي ان انا يكون عندي الرغبه ان انا اكون احسن منه على الاقل داخل الملعب، لان طبعا بيبقى اكيد في فروقات فرديه زي ما كابتن هاني قال طبعا، فدي بتفرق مع اي لعيب. لكن انا دلوقتي لما مثلا زي ما احنا شفنا النادي الاهلي لاعب برشلونه، فكان الضغط النفسي والعصبي على اللعيبه كان كبير جدا يا كابتن. فاللعيبه لما نزلت الملعب اولا عايزين نتفرج على اللعيبه اولا ونشوفهم، لكن يعني فرانك ريكارد عمل حاجه احنا ما كناش متوقعينها خالص. عمل ان هو نزل الفريق الاحتياطي الاول، ارهق اللعيبه، وبعدين نزل الفريق الاساسي الشوط الثاني. نعم. بيلعبوا الناس كلها كانوا بيقولوا بيلعبوا اقل مجهود، بيلعبوا السهل الممتنع يعني. لما انت بتحس ان الفرقه ما بتجريش، ولكن في نفس الوقت هم بيعملوا يعني اللي احنا دايما بنقوله للعيبه يعني خلي الكره هي اللي تجري. دي اصعب حاجه في الكره كابتن هاني. طبعا الموضوع مش سهل. بالتاكيد بتبقى صعبه جدا، لكن طبعا مهاره عاليه طبعا من ميسي يعني. كنا نتمنى زي ما كابتن هاني عشان على الاقل نشوفه يعمل حاجه زي كده في مصر، بس ما كانش هيعرف. لا اتفق معاك تماما يا كابتن طارق. نذهب الى اللقاء الاخر، والريال يسقط في فخ التعادل امام ريال مايوركا بالتخصص نادي ريال مايوركا من عقود يعني من ايام ما صامويل ايتو كان بيلعب في ريال مايوركا، وهو برضه بيحقق نتائج ايجابيه جدا مع نادي ريال مدريد. وكابتن طارق السعيد الريال يعني يفقد نقطتين مهمتين جدا 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 في سباقه على اللقب. يمكن المرة الثانية الريال ما قدرش يسجل طبعا اخفاق فياريال وتعادل برشلونة، كان هيفرق معاه كتير جدا، كان هيقربه للبطولة. لكن هو المباراة يمكن كان في سيطرة في البداية طبعا لريال مدريد، كان بيلعب
كالعادة يعني ب 4 3 2 1 بيلعب راؤول طبعا قدام وتحتيه اثنين شنايدر ناحية اليمين وروبن ناحية الشمال عاملين جبهتين مع تأمين دفاع من جوتي طبعا وجويانو واللاعب الأرجنتيني. فعاملين يعني ستارة كابتن يعني ستارة بالنسبة للمثلث الهجومي. بس بيبقى فيه مساندة هجومية دايما بتبقى من جوتي بنشوفه دايما بيخترق بيشوفه بيصنع أهداف بيوصل لل 18 بيبقى همزة وصل ما بين الخط الوسط والهجوم. لكن المباراة دي بالذات كان فيه تحركات باينة جدا من روبن وشنايدر عملوا مباراة على مستوى عالي. لكن كانت المباراة دي محتاجة ان واحد ازاي يوصل او يخلص يعني اقول كان ممسوك بشكل واضح جدا في المباراة دي ما استغلش بعض الفرص اللي جات له بس كان على استحياء ما كانتش على كتير يعني ده طبعا الهدف طبعا هدف رائع من روبن طبعا مهارة عالية طبعا من روبن طبعا لما كده على هدف كابتن طارق وبعدين طبعا بسهوله جدا طبعا جات له ان هو يحرز هدف. لكن يعني شنايدر طبعا هو وروبن بداوا يتأقلموا خلاص مع ريال مدريد بداوا يحسوا خلاص ان هو مش غير زي ما كانوا بيلعبوا في هولندا في الدوري الهولندي بشكل واضح وان هم متالقين سواء مع اياكس او بي اس في حاله طرد اخوان راموس اللي يعني قلبت الموازين كتير ودي ساعد اكيد يعني ريال مايوركا لان يعني هو بيلعب قدام فرقه كبيره ولما ينقص منها واحد ممكن يكون في بعض فاليرو طبعا احنا عايزينك تكلمنا كده كابتن طارق طريقه لعب ريال مايوركا وايضا ازاي الهدف الرائع لفاريلو البديل وازاي المدير الفني مانزانو لريال مايوركا عرف ازاي يحط البديل الصح. يمكن يعني ريال مايوركا بيلعب يعني الطريقه المعتاده اللي اوروبا كلها بتلعب بيها 4-4-2 كان الاداء عن طريق ابجازا بجازا اللي هو صانع الالعاب هو اللي كان بيحول فرقته من مثلا من موقف دفاعي لموقف هجومي كان بتفرق معاهم في النواحي الهجوميه بيفرق معاهم ان هو بيقدر يوصل الفيرود بتاعه للمرمى. طبعا زي ما حضرتك احنا اتكلمنا عايزين نتكلم عن هدف ما هو الهدف مهاره عاليه جدا طبعا الراجل يعني حط هدف طبعا من يعني من الاهداف اللي متردده طبعا ده هدف روبن وعدى من الراجل بتاع المهاره والناس كلها لعبت على الاوفسايد يا كابتن طارق. يعني الجميل كمان طارق الجميل ان هو بيمر والكره ما بتطولش منه الجميل ان هو الكره فعلا تحت رجليه وباصص وشايف يعني مش يعني دي ميزه في روبن يعني هو شايف اللي حواليه وشايف قاري الملعب كويس. ده حاله الطرد مره اخرى مفيد ما يعني بيعد لنا اللحظات الحاسمه في اللقاء وبعدين بتيجي بقى الهدف اللي يعني كان فيه شغل كتير جدا يا كابتن طارق. طبعا هو فيه شغل طبعا ادي بجازة هدف طبعا بجازة ادي الباص الاولاني ادي المحطه ادي السنده الجميله طبعا اللي خلت الراجل يبقى عنده رؤيه ازاي يحط الكوره. طبعا هو سند سنده صغيره وحطها يعني بيقولوا بصابع رجله الكبير يعني ده. عشان تلف كده وتروح ما تتحطش بوش رجل لان لو حط فيها كوره ممكن تضيع. القادمون من الخلف زي ما بيقولوا القادمون من الخلف لكن طبعا مهاره عاليه جدا ما يعرفش يحطها اي لاعب غير لما يكون عنده امكانيات عاليه او امكانيات فرديه يقدر ان هو يحرز هدف جميل بنستمتع بيه ونمتع الناس بيه كلها. طبعا في مساحات يا كابتن طارق كان في يعني دفاع الريال خاصه بعد طرد راموس احد الدعائم الاساسيه ولكن انتهى اللقاء بالتعادل وفقد الريال النقطتين اللي كانوا بس رغم ان هو فقد يا كابتن محمد يعني هو برضه في الصداره وعنده 66 نقطه وفي ريال لما اتغلب طبعا فرقت معاه يعني كل بيلعب في مصلحتكم اكيد طبعا يعني هو بس لازم يستغل الايام الجايه يعني المباريات على الاقل يعني هو عنده المباراه الجايه على ارضه لازم يستغل ويكسب لو كسب هيقرب بنسبه كبيره جدا خصوصا ان في ريال بدا يعني عشان اللعيبه زي ما قلنا في الاول الاسبوع اللي فات مش نجوم مش اسماء لما بيحسوا يعني ان هم عملوا حاجه فالدنيا بتبقى يعني بيهدوا شويه لكن هم ان شاء الله اعتقد انا واحد بشجع ريال مدريد انا بحب ريال مدريد طبيعي يعني حتى بيا ريال مش من الانديه اللي هي اصحاب البطولات يعني دي بتفرق برضه في الاسابيع الاخيره بيبان الفرق ما بين خبره البطوله يعني النادي البطوله او الفرق اللي بتلعب على البطوله مثلا زي بايرن ميونخ في المانيا زي ريال مدريد برشلونه عندهم حته الحسم في الاسابيع الاخيره لو حتى فرقه من ما عندهاش خبره البطولات بتفرق معاها جدا 4-5 اسابيع الاخيره قبل البطوله زي ما طارق بيقول لما بيحس ان هم بيقربوا ممكن التنشن بيزيد زياده ممكن بيحس ان هم وصلوا لمرحله ان هو الاستكفاء او ان انا كده كفايه وكويس قوي ان انا وصلت النقطه دي مش موجوده عند فرق البطولات زي ريال مدريد عندنا النادي الاهلي والزمالك في مصر بايرن ميونخ الانديه اللي فعلا يعني طريقها هو طريق البطوله يعني فعلا اتفق معاك يا كابتن هاني. في معانا كلام عن المنتخب الاسباني والمدير الفني لويس اراجونيس وعدم اختياره لراؤول كابتن
طارق رغم ان راؤول هو ثالث هدافي الدوري على اسبانيا واحرز 16 هدف، علامه استفهام كبيره كابتن طارق. بالتاكيد راؤول اولا قائد داخل الملعب وخارج الملعب، قائد المنتخب الاسباني.